آخر، دولة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء. بسم الله الرحمن الرحيم. جماهير شعبنا الأبي، شباب وشابات بلادي صناع التغيير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والشفاء العاجل لجرحانا، والعودة الميمونة لمفقودينا. المجد لله في العالي، والتانية الخالصة للجميع بأعياد الاستغلال المجيد وأعياد ميلاد المسيح والعام الميلادي الجديد. تمر علينا هذه السنة ذكرى أعياد الميلاد، ونحن نستعيد تقاليد راسخة لشعبنا لجعل هذا اليوم عطلة لكل السودانيين. نحتفل اليوم بالذكرى الأولى لثورتنا الخالدة التي غادى شباب ونساء ورجال هذا الشعب العظيم كل أرجاء بلادنا الحبيبة من خلال معركة شرسة وطويلة انتصرت فيها إرادة التغيير، وانتصرت فيها الكرامة على الاستبداد، وانتصر فيها الشعب على جلاديه. أيها الشعب السوداني العظيم، كان للتاريخ موعدا مع كنداكات بلادي، وشباب الواعي الذين جعلوا هذه الثورة تحت أنظار العالم ونموذج للتغيير السلمي، مهتدين بقيم رفيعة وسامية هي قيم الثورة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة. شعبنا الأبي الكريم، تنم هذه اللحظة التاريخية لأتصفح معكم اليوم بعض صفحات كتاب إنجازات وتحديات الفترة الماضية والذي بدأت في سبتمبر وإلى اليوم. أولا، تشكيل السلطة الانتقالية. إن من أهم محطات المرحلة الانتقالية تشكيل مجلس السيادة بالشقين المدني والعسكري، وتعيين مجلس الوزراء ورئيس القضاء والنائب العام. تبقى تشكيل المجلس التشريعي وتعيين ولاة الولايات ومؤسسات الحكم المحلي، وجاري التشاور حول ذلك. ثانيا، تفكيك دولة التمكين. تعلمون جميعا ان ثورتنا تجابهها تحديات كثيرة تتمثل في التركة الثقيلة التي خلفها النظام البائد، والذي حول الدولة السودانية إلى ضيعة خاصة لمجموعة صغيرة من شبكات المصالح الاقتصادية التي نمت في ظل الفساد وآليات القمع والاستبداد.
إن تفكيك دولة الحزب الواحد لبناء دولة الوطن هو هدفنا، وقد كان قانون تفكيك دولة 30 يونيو خطوة مهمة في هذا الاتجاه. دولة الوطن عمادها حكم القانون والمحاسبية وبناء المؤسسات واستيعاب الكفاءات والكوادر المؤهلة من خلال سياسة الفرص المتساوية لكل السودانيين، ونؤكد أننا لن نتهاون اتخاذ القرارات الحاسمة وتطبيقها بصرامة، ولكننا وتتفقون معي لا نحمل حقدا ولا نتخذ الإجراءات على سبيل الانتقام، ولن ندخل الظلم في قاموسنا مرة أخرى. ثالثا، تحقيق العدالة. يمثل العدالة أحد الأضلاع الثلاث لشعار ثورة ديسمبر المجيدة: حرية، سلام، وعدالة. ونؤكد لشهدائنا وجرحانا ومفقودينا من موقعنا هذا إن العهد باقي بإقامة العدل وبأن يأخذ القانون مجراه على كل قاتل وظالم وفاسق. وسنحرص على ملاحقة المتورطين، ونؤمن إن جرائم القتل وجرائم الحرب والإبادة الجماعية لا تسقط بالتغادم. أما في جريمة قطع اعتصام القيادة العامة، فقد شكلنا لجنة التحقيق من مجموعة من السودانيين المشهود لهم بالكفاءة والوطنية، وسنعمل على أن تتم محاكمة كل المجرمين الذين استحلوا دماء شاباتنا وشبابنا، وأن ترد لأسر الضحايا كرامتهم. رابعا، تحقيق السلام. يتصدر السلام أولويات حكومة الفترة الانتقالية. تتفقون معي وبدون سلام عادل ومستدام لن تتحقق أهداف الثورة من حرية وسلام وعدالة. إن رؤيتنا لهندسة وصناعة السلام في السودان تستند على 5 محاور، والتي يجب أن تخاطب جذور المشكلة السودانية. هذه المحاور نجملها الآتي: أولا، الحكم والإدارة. لذلك يجب أن تخاطب قضايا الهوية وشكل الحكم. 2، قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجب أن تخاطب التهميش والتنمية الغير متوازنة. 3، الترتيبات الأمنية، وهنا نهدف لبناء جيش وطني مهني بعقيدة عسكرية جديدة. بعقيدة عسكرية جديدة تعكس الثراء والتنوع السوداني. يجب أن نرى كلنا روحنا فيهم. الدعم الإنساني، والذي يجب أن تحقق ضمان توصيل المساعدات الإنسانية والدعم لمواطنينا في كل مناطق النزاعات دون قيد أو شرط. 5، التشريعات والقوانين، والتي تعتمد على معالجة قضايا العدالة الانتقالية والتعويضات وعقد المصالحات المجتمعية. واقفين على ذلك، على تراث شعبي غني وثر في هذا المجال. وقد صاحب هذا التصور لبناء السلام أيضا وضع آليات حول المشاورات المجتمعية تضمن استصحاب آراء أصحاب المصلحة من النازحين واللاجئين وكافة المضطرين من النزاعات. كما قمنا بتشكيل مؤسسات تعنى بعملية تحقيق السلام، بما في ذلك المجلس الأعلى للسلام ومفوضية السلام. ومن هذا المنبر لا بد أن نحيي إخوتنا في حركات الكفاح المسلح، استشعارهم هم الوطن وانخراطهم الكامل معنا في جولات التفاوض الثلاث بجوبا، التي أكدوا من خلالها دعمهم وتقديرهم لحكومة الثورة.
وأنا سعيد جدا هذا المساء بمخاطبة الأخ عبد الواحد نور لجمعكم الكريم. نقول لهم مرة أخرى مرحبا بكم وعودا حميدا لأحضان الوطن الغالي، ولنثمن الحراك الإيجابي الذي تقوم به كافة وفود والكفاح المسلح التي زارت البلاد خلال الفترة الماضية. شعبنا الأبي، إن تحقيق السلام المستدام لا يتأتى إلا من خلال نظرة شاملة تجعل السلام قضية الوطن الأساسية، وتعالج من خلالها قضايا التهميش والتنمية غير المتوازنة وفي هذا الإطار نشكر كافة الأشقاء والأصدقاء والدول على دعمهم لنا في عملية السلام. خامسا، الوضع الاقتصادي. جماهير شعبنا الصابر، وأنا أقولها هنا بالصدق وإخلاص، جماهير شعبنا الصابر، إننا في حكومة الثورة نعلم ونحس بالمعاناة الكبيرة التي أثقلت كاهل شعبنا، ونعلم كذلك حجم التحديات الجسيمة والتوقعات والآمال العريضة. ونؤكد لكم في هذه الذكرى المجيدة أن حكومتكم رغم التركة الثقيلة والخراب الذي طال كل شيء لن يهدأ لا بال حتى توفر سبل الحياة الكريمة للشعب يستحق أن يعيش في عزة وكرامة. لعلكم تلحظون بعض التحسن، وأنا أقول بعض، في المعالجات الخاصة بأزمة السيولة والخبز والوقود، ونؤكد لكم عزمنا على وضع حد لهذه الأزمات من خلال تنفيذ البرامج والخطط التي تعهدنا عليها. تدركون أننا الآن في مرحلة إعداد أول موازنة لحكومة الفترة الانتقالية تركز على محاربة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال زيادة الدعم الموجه لقطاع الصحة والتعليم، فضلاً عن توفير الرعاية وكافة الخدمات الضرورية. أنا استمعت بشكل جيد لكلمة والحرية والتغيير، ونحن مع بعض سوف ننجز ذلك. أعلم أن هناك مناقشة مجتمعية حول دعم المحروقات، والذي يمثل الهم الشاغل لاجتماعات مجلس الوزراء، ونؤكد لشعبنا الكريم التزامنا بحوار مجتمعي شامل وشفاف نصل فيه لرؤية مشتركة لحل التشوهات الاقتصادية وتشغيل عجلة الإنتاج وتوفير فرص الحياة الكريمة للمواطنين. في هذه المرحلة المهمة من تاريخنا أناشد كل السودانيين بالداخل والخارج للتكاتف والتعاضد، لنعمل سويا للخروج باقتصادنا من هذا المستنقع، وذلك من خلال مبادرات الإصلاح الاقتصادي الشامل. أذكر منها على سبيل المثال ولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام، محاربة الفساد، تعزيز الإنتاجية والإنتاج، إزالة التشوهات في الهيكل الراتبي، وتوفير فرص العمل الكريم للشباب، وخلق مناخ استثماري جاذب. سادساً، العلاقات الخارجية. شعبنا الأبي، أهنيكم بعودة السودان الظافرة للأسرة الدولية، ولقد رأيتم الترحيب الكبير بالسودان في كل المحافل الدولية والإقليمية، بما في ذلك المشاركة الفاعلة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتوقيع على اتفاقية افتتاح مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان،
وانتخاب السودان رئيسا لمنظمة الإيجاد ورئيسا لمنظمة معاهدة حظر الألغام وعضوا في مجلس حقوق الإنسان. هذا هو الدور الطليعي والريادي الذي تستحقه بلادنا. لا شك أنكم تدركون أن النظام البائد قد أدخل البلاد في الكثير من العداوات مع الأشقاء والجيران، وقد بذلنا جهدا كبيرا في إعادة العلاقات الودية مع هذه الدول من خلال زيارات واسعة شملت دولة جنوب السودان، إثيوبيا، أريتريا، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مصر، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، ورئاسة الاتحاد الأوروبي ببروكسل وتشاد. ومن ثمرات هذه الزيارات تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول الشقيقة وترفيع التمثيل الدبلوماسي بين السودان والولايات المتحدة، وحذف اسم السودان من قائمة الدول المنتهكة للحقوق الدينية. وذلك في إطار تعزيز العلاقات السودانية الأمريكية، ونامل في القريب العاجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. كل ذلك يأتي في إطار سياسة خارجية متوازنة تقوم على التعاون البناء لتحقيق مصالح السودان وتراعي المصالح المشتركة. سابعاً، المشاركة العادلة والمستحقة للنساء. تلتزم الحكومة الانتقالية بضمان تعزيز حقوق النساء في كافة المجالات مع تطبيق مبدأ التمثيل العادل وتكافؤ الفرص، وخاصة في هياكل الحكم في الفترة الانتقالية. ثامناً، مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة. ظل الفساد قضية مؤسسية كبرى تنهك اقتصاديات السودان، وبالإشارة الإطار العام لأولويات حكومة الفترة الانتقالية التي تتضمن حزمة من إجراءات مكافحة الفساد، أذكر منها على سبيل المثال إنشاء مفوضية قومية مستغلة مختصة بمكافحة الفساد المالي والإداري، وضرورة وضع النظم المحاسبية لضبط الأداء المالي في مؤسسات الدولة واسترداد الممتلكات والأموال المنهوبة بواسطة مؤسسات وأفراد النظام السابق. ختاماً، ونحن نحتفي بالذكرى الأولى للثورة، نقول إن السودان بثورته العظيمة قد قدم نموذج للتوافق الوطني سيقف عنده التاريخ طويلاً. فثورتنا نتاج لتحالف وطني عريض لعبت فيه النساء والشباب دوراً بطولياً خالداً. شعبنا العزيز، تعلمون أن عملية إرساء ديمقراطية تصاحبها تعقيدات وتحديات جمة تحتم علينا المحافظة على هذه الوحدة الوطنية التي كانت سبباً في نجاح ثورتنا المجيدة. إن النموذج السوداني مبني على الشراكة بين المدنيين والعسكريين من أجل بناء دولة ديمقراطية، دولة الديمقراطية وحكم القانون. ونود في هذه اللحظة التاريخية الهامة أن نشيد بدور القوات النظامية كافة في حماية الديمقراطية، كما انحازت من قبل لخيارات شعبنا الثورية. ونؤكد لشعبنا العظيم أننا ماضون في خلق مشروع وطني يهدف إلى بناء سودان تحفظ فيه كرامة وحرمة دماء شعبي، ويقوم على 1 عقد اجتماعي
يشمل كل مكونات الشعب السوداني ويضمن تحقيق الاستقرار والرفاه. 2 نظام ديمقراطي مبني على إشاعة الحريات واحترام الآخر وإدارة التنوع. 3 معالجة قضايا التهميش وتحقيق التنمية المتوازنة. وأخيراً إزالة التشوهات في اقتصادنا. المجد والخلود للشهداء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.